وقالت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب كريمة أبو النور إن الأعضاء لديهم توصيات واضحة بإلغاء كل البنود الخاصة بالطاعة في القانون الحالي. وأشارت كريمة أبو النور إلى ضرورة وضوح بنود الزواج تدعو للشراكة لتقليل نسب الطلاق. لما بتكون بنود الزواج بتدعو للشراكة وعادلة ومنصفة، ده بالتالي هيخلي المقبلين على الزواج بيتناقشوا نقاشات بتخليهم اكيد هيقلل نسبه الطلاق بعدين، لان هم بيبقوا فاهمين ان الاثنين داخلين على مسؤوليات وعلى واجبات، غير لما يبقى انه في طرف انه الزوج شايف ان هو بس بياخد حقوقه وما لهوش اي واجبات، فبالتالي بيبقى في طرف حاسس ان هو صاحب الاغلبيه وصاحب الغلبه، مفيش انصاف، مفيش عداله، فبالتالي ده بيؤدي لحالات استقواء، وانا شايف انه ده بيؤدي للطلاق، لكن لما هتبقى في بنود واضحه وبتحط العداله بالاثنين وبتشوف مين فيهم الاكبر ومين فيهم الأشطر ومين 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 وبتحس على الشراكة ما بين الاتنين، ساعتها طبعا هيقل الطلاق.